هذا السائل يقول: صليت ثم تذكرت بأني لست على طهارة، فماذا أعمل؟ إذا صلى الإنسان على غير وضوء ثم تذكر وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن ثم فالواجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوء.